طلع بعظيم اسرار المحامي اللي كانوا متواجدين وعملوا القلق دوت مع الدكتور البرادع، وهو قال ما نضفكمش ولا حاجه ولا قال الكلام دوت، واحد من اتباعه هو اللي اتكلم في الاخر بعد ما مشي، واللي عملوا الكلام دوت الهجوم على الدكتور الدردري هم مفلول الحزب الوطني اللي موجودين هنا واحنا عارفينهم شايفينهم بعينينا، وطبعا مصطفى رشاد ده معروفين.